السلام عليكم. الوغ اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده في اطار لي فيديو يعني اللي غادي يفيدوكم سورتو الناس اللي يعني يلاه جاوا ولا فوالا يعني الناس اللي يلاه غادي يبداو لا بروسيدور مازال الوقت حيتاش كومبيتونس مازال ما قالتش فوقاش لا دات ديال ديبي ديال لا بروسيدور. دوكو غادي نكمل في هاد لي فيديو اللي فيهم دي زاستوس. هكا فيديو ماشي طوال بزاف. اليوم بغيت نهضر على واحد القضيه اللي هي مهمه اللي هي لو جوستيفيكاتيف دافيد نو امبوزيسيون. اول حاجه غادي تقولوا لي شنو هو هذا. هذا واحد لو دوكيومون اللي نورمالمون كيكون عندكم بحال ان جوستيفيكاتيف ديال بلي نتوما ما كتخلصوش لي زامبو و ان جوستيفيكاتيف اللي عنده علاقه بلي زامبو. يعني هنا في فرنسا كيف ما كتعرفوا يعني اهم حاجه واحد ملي كيكون يعني سالاري هي لي زامبو. يعني كيديو لي واحد لا بارتي من السالير ديالو يعني ماشي قليله. دايوغ ملي كتكونوا ايتوديون يعني ما كتخلصوش لي زامبو صافي دير خاصكم ان جوستيفيكاتيف دو نو امبوزيسيون. اول حاجه اللي بغيت نقول لكم هاد الفيديو هادي غادي تهم سورتو الناس اللي لي باشولي اللي مثلا باغ اكزومبل ايل فون فير لور ماستر ايسي يعني 5 ans d'études. ساشي كو ابري ما تاخدو لو ديبلوم ديالكم سوا ماستر ولا باك بلس 5 ان جينيرال الا لقيتو ان سي دي راه تقدروا يعني سو بلاس تدفعوا لا ناتوراليزاسيون سا فيتير ناسيوناليتي فرونسيز. دونك باش تدفعوا الناسيوناليتي كيطلبوا ليكم لي 3 ديرني افي دامبوزيسيون. و سي بور سا يعني ملي كتكون ايتوديون ما كديكلاريش لي ريسورس ديالك يعني ما كيكونش عندك هذاك الجوستيفيكاتيف دو نو امبوزيسيون كيخصك تسنى حتى تخدم يعني 3 زون وتجمع هذوك لافي او لي زافي وعاد ديك الساعه تقدر تدفع. الوغ غادي تضيع الوقت انه تقدر تدفع سيغ بلاص. دوكو من الاحسن من دابا وانت ايتوديون عندك الحق انك تاخذ الجوستيفيكاتيف ديالك. والناس اللي باغ اكزومبل غيجيو يديروا هنا الماستر يعني 2 زون ساشي كو حتى نتوما يعني من غادي نخدموا غير 3 زون. يعني خصكم تردوا البال انه تبداو تجمعوا. من الاحسن انا جو بريفير يعني انا ما درتهاش العام الفايت ولكن غادي نديرها ان شاء الله هذا العام انكم تبداو تاخذوهم كل عام وتخليوهم مع حداكم. يعني ملي تجي الفرصه انكم تدفعوا غادي تلقاوهم عندكم ما غاديش يكون عندكم حتى شي بروبليم. الوغ هاد تقولوا لي فين غادي نقدروا ناخذو واش في لا بريفيك ولا فين غادي ولا في لافاك فين غادي نقدروا نلقاو هاد لو جوستيفيكاتيف. بون انا غادي نهضر مع سورتو الناس ديال غوان. لي زوتر خاصكم تسولوا في لا فيل ديالكم فين جا لو سونتر دي فينونس بوبليك. بور الناس اللي يعني اللي غواني اللي في غوان الا بغيتو تاخذوا هاد لو جوستيفيكاتيف هذا فوالا نتوما كتشوفوا هنايا لادريس هي هادي 21 كي جون مولان. دايوغ كتمشيو لهاد لو سونتر دي فينونس بوبليك اللي كيكون في شاك فيل وكتقولوا ليهم اللي هو ست ان اورغانيزم اللي كيكون معروف يعني في لا فيل. اون فوا تابيو في جوجل غادي يخرج ليكم فين كاينيتو. غادي تمشيو عندهم تقول لهم بغينا جوستيفيكاتيف دو نو امبوزيسيون وهما ديك الساعه غادي يطلبوا لكم دي بابيي يعني اللي خصكم تجيبوهم باش يخرجوا لكم هذا لو جوستيفيكاتيف هذا. وهذاك لي بابي سا ديفير دان كا لوتر سا في دير الا كنتو يلا جيتو مثلا عندكم لاتيستاسيون دو بلوكاج ولا سينو يقدروا تكونوا ديجا فتو هذاك لي تاب يعني غادي يطلبوا لكم مثلا لي رولفي بانكير لي 3 ديرني رولفي بانكير او بيان غادي يطلبوا لكم جونغ اتيستاسيون دو بريزون شارجمون. هما غادي يطلبوا لكم شي حاجه اللي عندها علاقه بلي ريسورس ديالكم. و ساشي كو يعني الا كنتو دي ستوديون كاين كانوا دي كيسيون مهمين يعني سولني واحد لي ستوديون اللي هو اللي ديجا يطلب مني باش ندير هاد لا فيديو هو واش الا كنتي مثلا ايتوديون وكدير ان جوب ايتوديون واش غادي تخصك تخلص لي زامبو. كنقول لكم نو طونك عندكم لو ستاتيو ايتوديون ما غاديش تخلصوا لي زامبو. يعني لي زامبو ما كيخلصوهمش لي ايتوديون نهائيا واخا تكون عندكم ان جوب ايتوديون واخا يعني كاين اللي قال لي جو سي با انا يعني كاري في شي بلاصه في اوتيل ماشي في مهم يعني ما غاديش طونك ايتوديون سا فيدير عندكم جوستيفيكاتيف دو نو امبوزيسيون فوالا. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه للناس ديال غوان. دابا كنهضر مع الناس ديال غوان. هاد لادريس هادي في تقل فاش غادي ديروا في اسوس يعني غادي تخرج لكم بلي اللي غادي تنزلوا نورمالمون في الكاتيدرال. دوكو غادي تخصكم تاخذوا التيور هو اللي كيحط تما يعني وتما راه قريبه فريمون قريبه يعني غتمشيو غير واحد شويه تقدروا ديروا جي بي اس لادريس غادي يوصلكم دغيا فوالا. و زعما كنصحكم ما تهاونوش في هاد القضيه هادي لحقاش كنعرف انا يعني دي جون اللي دابا يعني خصهم يدفعوا الناسيوناليتي وما كيقدروش يدفعوا بسبب هاد لافي دامبوزيسيون كيتسناو حتى يخدموا 3 زون
ما انك انت علاش ما تستفدش من لو فات انك درتي دي زيتود هنايا وتستفد من ديك الفتره اللي دوزتي وفوالا وتفع الناسيوناليتي ديالك اللي هي بيان سور يعني ما كاينش شي حد ما غاديش يبغي يدفع عليها بيان سور سي لو بوت دو تو لو موند جو بونس فوالا يعني هادشي اللي كنت باغي نقول لكم في هاد لا فيديو و جو سويت بون كوراج وان شاء الله تسناوني في لا فيديو الماجيه.